بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نتعامل مع الاشكال. اي شكل بتحطه، ولو مثلا البوكس دوت تقدر تتحكم فيه، تتحكم في الابعاد بتاعته. تمام، اول حاجة تختار هل هو سوليد ولا هول بالشكل دوت، وتقدر تختار اللون بتاعه. تقدر تيجي هنا تتحكم في الارتفاع بتاعه، الارتفاع بتاعه برضه ممكن تتحكم فيه من هنا اهوت، الويدث، اللينث. عندي بقى حاجة اسمها الراديوس اللي هو النعومة هنا بالشكل دوت، يخلي فيه نعومة بحيث محدش ياخد فيها فيتعور، متبقاش حادة. هنا التقسيمات لما تكون صغيرة قوي بتلاقيها شكل باين قوي ان هو متقسم الحاجات، كل ما تزيد كل ما يبقى فيها انسيابية اكتر بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تعمل روتيت للشكل زي ما انت عايز، تقدر تعمل موف للشكل اهوت. طب لو هو طلع فوق كده وانا عايز اخليه يرجع تاني هنا للورك سبيس، بدوس حرف الدي. حرف الدي بيبدأ يعمل زي جاذبية، فالحاجة تنزل وتبقى على نفس المستوى بتاع الورك سبيس بتاعك.